بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من الأهلي في المونديال. هنستكمل الأهلي في المونديال زي ما كل يوم بنقول لحضراتكم. هذا البرنامج لن تراه إلا على شاشة قناة النادي الأهلي فقط، لأن هو النادي الممثل لمصر ولأفريقيا في المونديال. مهما كانت النتيجة ومهما كانت الأمور ومهما كانت الظروف، أبى من أبى وشاء من شاء. احنا هنلعب يوم الجمعة على المركز الثالث والرابع. حضرتك عايز تفتكر ان الثالث والرابع دول في كاس العالم ليست مراكز جيدة؟ انت حر. انا هنا ما بكلمش جمهور الاهلي طبعا، حضراتكم عارفين انا بكلم مين، ولكن اذا كنتوا فاكرين ان اللعب في مونديال الاندية ده حاجة بسيطة، يعني ادينا بنشوف ان احنا بقالنا 9 مرات النادي الاهلي دائما ما يتأهل لكاس العالم الاندية. هنكمل كلامنا في هذا الامر، ولكن كالعادة النجم الكبير كابتن هاني رمزي. مساء الخير عليك يا اسلام، مساء الخير على كل جماهير النادي الاهلي العظيمه في كل مكان. الحقيقه مش هضيف كتير على الاهلي والاسلام، لكن الحقيقه دوافع جديده. كلمه دوافع دايما بنسمعها كتيره جدا جدا، لكن خلي بالك الدوافع دي الدوافع لازم تكون على المستوى الشخصي. انا كلاعب كوره عندي الدوافع، عندنا امثله كتيره جدا جدا وابرزها هو محمد صلاح، ودايما بيجدد الدوافع. نفتكر من 7 سنين لما محمد صلاح راح ليفربول، احنا كلنا قلنا اه وسنه هيبقى كويس، اللي بعديها هيقل. ما شاء الله عنده دوافع كثيره جدا جدا وتحديات كثيره جدا هو بيقوم بيها. كمان على المستوى الجماعي انا بقول كده علشان الناس اللي بتتكلم اه خلاص اللعيبه كان املها بس تلعب المباراه النهائيه، لكن دلوقتي المركز الثالث والرابع. لا، الحقيقه المركز الثالث والرابع زي ما اسلام قال ده كمان تاريخ هيتسطر في تاريخ هذا الجيل وتاريخ النادي الاهلي، انك بتحرز البرونزيه الرابعه في كاس العالم للانديه من 9 مشاركات، ده شيء جيد جدا. فعمليه الدوافع على المستوى الجماعي كمان لازم تكون موجوده، يعني لازم على المستوى الجماعي لو انا لعيب يعني عندي دوافع لازم ده يكون الفريق كله بما فيهم المدير الفني. فالامثله كتيره جدا جدا والدوافع اكيد موجوده عند لاعبتنا. شيء من الحزن زي ما اتكلمنا اسلام، لازم ان شاء الله يتحول باذن الله بكره لايجابيات. والدوافع اللي بنتكلم عليها هي دي شخصيه البطل، دايما بيجدد الدوافع حتى لو ما وصلش التارجت بتاعه الهدف الاول. لا، عندنا اهداف ثانيه. مين الاهداف الثانيه ديت؟ كمان المركز الثالث ان شاء الله، برونزيه رابعه في تاريخ النادي الاهلي، وهو ده التارجت وهو ده الهدف. واجماليا احنا ورا فرقتنا في جميع الظروف وجميع الاحوال. يعني هو ده يا كابتن هاني ان احنا بنقوله دايما، موضوع مش فارق معانا كتير، فارق معانا ان احنا ورا اسم النادي الاهلي وورا فنيله النادي الاهلي وورا شعار النادي الاهلي، ودايما هنفضل مساندين للاعيبه النادي الاهلي ولجهازه الفني مهما كانت الظروف ومهما كانت الامور. خصوصا لما بتلعب في كاس العالم للانديه وانت الممثل الوحيد لمصر خلال منذ اول انشاء كاس العالم للانديه، وحتى الان النادي الاهلي 9 مرات في كاس العالم للانديه. صحيح. ولم يسبق النادي الاهلي اي حد، ولم حتى هذه اللحظه مش حد لسه هيلعب في كاس العالم لغايه 2025 غير النادي الاهلي بمصر. وبالتالي يا جماعه احنا افرحوا، اتبسطوا بفرقتكم، خليكم فخورين بهذا الفريق، خليكم فخورين بهذا النادي، بشعار هذا النادي الكبير اللي بيخلينا دايما كل سنه نبقى قاعدين زي ما حضراتكم شايفين. بتشرف بالتواجد مع كابتن هاني في هذا الامر، لانه قاعدين مبسوطين ان احنا بنتكلم عن الاهلي في المونديال. مش اي حد هيبقى عارف يتكلم عن فريقه وهو بيلعب في المونديال غير مذيعين فقط في قناه النادي الاهلي بالمناسبه، لانه هذا هو الفخر، هذا هو الاحساس بالحب، هذا هو الاحساس بان انا بحب هذا النادي، بحفضل وراه في اي مكان. ان انا العب على الثالث والرابع كان نفسنا نلعب على الذهبيه والفضيه، ولكن تشاء الظروف دلوقتي او انتهى الامر خلاص وهنلعب على الثالث والرابع. اصبح الامر طبعاً واقع طبعاً، مفيش ومنطق وكل شيء. ما حدش يقعد يقول لي اصله كذا واصله كذا واصله كذا، لا، انا هلعب على الثالث والرابع، ربنا يكرمني وتبقى المره الرابعه اللي بفوز بيها بالمركز الرابع. مش هنلاقي فريق سهل زي ما كنا بنتكلم خلال الفترات اللي فاتت. النهارده كلامنا مش هيكون كتير، هيكون معانا في الفقره الثانيه ان شاء الله النجم الكبير كابتن ربيع ياسين، هيكلمنا اكتر عن هذه الامور، فخلي النواحي الفنيه نتكلم فيها مع كابتن ربيع ياسين يا كابتن هاني، لانه في النهايه ستظل المسانده والدعم طوال حياتنا لغايه لما عيننا تقفل. يعني ده طبيعي، وانا الحقيقه يعني بفتكر كلامك والمسانده. انا تابعت يعني السوشيال ميديا الفتره اللي فاتت، الحقيقه جماهير النادي الاهلي واعيه جدا، جماهير النادي الاهلي عارفه بالظبط مين
ما بين قوسين كده اللي بيصطاد في المايه العكره، احنا ورا فرقتنا ورا لاعبتنا، حاسين بالمجهود الكبير وحاسين كمان بزعل اللاعبين والجماهير ومجلس الاداره بعد المباراه، ولكن صفحه واتقفلت، وده يعني هو ده النادي الاهلي، بنقفل الصفحه سواء بعد انتصار او سواء بعد هزيمه، وبنبص ان شاء الله للي جاي. اللي جاي كمان مهم جدا، تاريخ جديد بيتكتب للنادي الاهلي ان شاء الله بحصوله على البرونزيه الرابعه في كاس العالم للانديه مع فريق مش سهل. يعني الناس كلها اتكلمت على كانت مباراه سهله بالنسبه للمان سيتي الشوط الثاني، لكن الشوط الاولاني 45 دقيقه تقريبا كان الامور ما كانتش سهله يعني، وده يديك انطباع ان المباراه مش سهله. كمان هذا الفريق عنده طموح زي ما بنتكلم على طموح، ومدربه قال كده النهارده بالظبط، يعني ليه لا، هو كمان عنده طموح انه ياخد برونزيه، بالنسبه له هتبقى حاجه كبيره جدا، وعارف قدر النادي الاهلي، بيحترم النادي الاهلي جدا. فالمباراه على مستوى التشالنج، على مستوى التحدي داخل الملعب، هتكون مباراه صعبه. زي ما انت قلت يا اسلام، في مدرسه خاصه شويه للكره اليابانيه، السرعه والتكتيك والالتزام الشديد جدا جدا، فده اكيد كولر يعني شاف المباراه ودرسها بشكل كويس، وان شاء الله باذن الله يعني نكون موفقين، ويكون توفيق ربنا معانا ان شاء الله يوم الجمعه يا رب ان شاء الله.